السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاعر حب ومشاعر سلام أبعثها لأرواحكم أينما كنتم في هذه الأرض عبر هذه الحلقة، فضلا وليس أمرا. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناتي فالمرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. موضوع حلقتنا إن شاء الله لهذا اليوم هو عن الليلة المظلمة للروح، فتابعوا معي حتى تتعرفوا عليها، فلربما أنت تمر بها ولا تدري. الليلة المظلمة للروح كما يطلق عليها الخبراء هي المرحلة التي تسبق الصحوة الروحية، وبفضلها تخرج للنور وتصبح أكثر وعياً، وهي بالتأكيد مرحلة جد مؤلمة لأي شخص كيفما كان. تجد نفسك محشوراً في زاوية وتدخل في أزمة وجودية أو أزمة هوية. فأنت لا تكاد تعرف فيها نفسك، من أنت؟ من أين أتيت؟ وإلى أين أنت ذاهب؟ كل الأشياء التي اعتدت عليها تصبح غريبة في نظرك، ولم تعد تشعرك بالمتعة والبهجة كالسابق. تبدأ برؤية حقيقية لمشاعر الآخرين تجاهك، وتدرك الكم الهائل من الزيف والنفاق فيها، وتخرج الكثيرين من حياتك. تشعر خلالها بنفسك محبطاً ومنهكاً، وتعاني من التفكير الزائد والفلسفة الزائدة، وتطرح على نفسك أسئلة وجودية مما يسبب لك إرهاقاً عقلياً ونفسياً وجسدياً. تنهار في نظرك كل مقاييس النجاح التي كنت تؤمن بها، ولا تجد لنفسك هدفا واضحا تسعى لأجله، فتظن أنه محكوم عليك بهذه المعاناة طول حياتك، وأنك انتهيت ولا سبيل لك في النجاة من الضياع الذي تشعر به. والحقيقة فإن هويتك المزيفة هي التي انتهت وليس أنت. تشعر خلالها بتغير عميق في باطنك يدفعك للرغبة في معرفة حقيقتك، وهنا تبدأ في إدراك البعد الروحي، تتقرب أكثر من الله سبحانه وتطلب منه المدد والإرشاد، وهنا تبدأ روحك رحلتها في الخروج من الليلة المظلمة إلى نور حب الله ومعرفته، فهو سبحانه وحده القادر على إخراجك من الظلمات إلى النور. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أشكر لكم متابعتكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم.